لا بعد أجواء رمضان والعيد الروتين طبعا انكسر. الأعياد الأعياد صح. عن جد مرقنا بأسبوعين من الأعياد وشهر رمضان المبارك، كان نهارنا كله مخربط، ليلنا ليل، لا نهارنا ليل وليلنا نهار. يعني في خربطة كان بالنوم بالروتين تبع يومنا، كان في هيك شوية مشاكل تصير بعد العيد، بما أنه هلأ يوم الأحد هيك بداية أسبوع جديد والرجعة للشغل ونرجع لحياتنا قبل شهر رمضان المبارك. كيف فينا نرجع هيك ننظم حياتنا وكيف فينا نرتب أوقاتنا وشوي هيك نرجع روتيننا، بس بشكل خفيف، ما نسميه روتين، نسميه شيء حلو. بدنا نرحب بخبيرة علوم الطاقة غالية البغدادي لنعرف أكثر منها كيف فينا هيك نرجع لحياتنا بهدوء. صباح الخير، كل عام وأنت بخير حبيبة قلبي، وأنت بألف خير حبيبتي. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكي. التغيير دائما بنحكي كنا فيه إنه هو إيجابي وضروري ببعض الأماكن، وقلنا بشهر رمضان الكريم هو فرصة لنتخلص من بعض العادات ونكسر روتين، ولكن خلصت الأعياد وخلص شهر رمضان الكريم وبدنا نرجع لحياتنا، بس في يعني عادات لازم نحافظ عليها وفي شغلات لازم نغيرها. خلينا نحكي عن هاي الآلية اليوم، كيف فينا احنا نعرف كيف بدنا نرجع هيك التوازن لحياتنا، شو اللي لازم نغيره وشو الشغلات لازم نرجع نحافظ عليها. تمام. هلا اكيد شهر رمضان المبارك بننسى يمكن كثير قصص او اعباء بتكون علينا قبل شهر رمضان، فبيجي هذا الشهر شوي يمكن بيعمل لك تغيير كامل بمواعيد الطعام، بالزيارات، بكل شيء، يعني بتحس انه بيعمل لك تغيير كامل. يمكن انت يكون عندك قصص مضغوطه من قصص، عندك قصص كلها بتاجلي، بتقولي لبعد العيد لنشوف شو بدي ارجع انا اعمل. احيانا بتجمدي كل شيء عندك لبعد العيد لحتى تبلشي شيء جديد. طيب انا عندي كثير اعباء وكثير قصص، كيف بدي اتخلص منها او كيف بدي ارجع لحياتي انا، ارجع بعد الاعياد بطريقه اكون انا عن جد عندي طاقه إيجابية، كتير مرتاح بدون ما أكون مضغوط حتى، لأنه نحن على طول منلاقي أو شفنا كتير الناس عم تقول هلأ على الشغل ومضغوطين وصار في تراكم وصار في قصص. مزبوط هذا الحكي. طب هلأ نحن بالنسبة لموضوع الشغل، تمام، في أشخاص ممكن تكون ما أنا مرتاحة بشغلها أو عندها مشاكل أو في مثلا خلافات مع حدا، أنا كيف بدي أرجع بعد الأعياد جدد هذا الشيء أو بلش أرجع من أول وجديد؟ لازم أول شغلة نعرف انه نحن على طول بدنا نغير طريقه تفكيرنا. يعني انا شيء كان صاير معي قبل ما بدي رد ارجع بلش فيه رد من اول وجديد، يعني رد مثلا انا في انزعاج بيني وبين هذا الشخص، تمام، ما بدي رد ارجع لا يلا بعد العيد برجع بشوفه برد بدير وشي او كذا، لا خليني اكون مبادر معلي ولو بكلمه مرحبا. انا ما عم اقول ممكن يكون الشخص هو اللي غلطان، بس انا ما عم اقول انه نحن نقطع تماما، لا، انه يكون في مبادره حلوه، يعني بحاول قدر المستطاع اني انا ريح حالي. مجرد ما انت سامحتي انت بترتاحي. يعني قصه المسامحه انا لما بقول للناس سامحنا شو بيفكروا؟ انه لا انا ما بسامح، انا ليش لسامحه هو كان سيء. وقت بتسامحي انت بترتاحي. فخلينا نفوت بهذا الموضوع، انه نحن عندنا مشكله مزعوجين من حدا، مفوت منبلش بكلمه مرحبا، كون انا المبادر. يعني لما انت بتبادري الشخص اذا كان هو زعجك عن جد حيحس حاله انه هو كثير صغير، بيقول لك انه انا اللي غلطت وهي سلمت. فانت هون بتكوني انت مرتاحه، بلشتي يومك بشيء ايجابي وبتحسي حالك انت عامله انجاز ومبسوطه انك انت عن جد قدرتي تكسري حاجز عندك. هلا على طول نحن عندنا اياها هي مشكله انه انا لا ما بدي اتنازل او ما بدي سلم او ما بدي اعمل، لا خلينا نبلش على طول بالتغيير. مو انا قلت لازم يكون في تغيير، يكون في تغيير جذري. يعني لما بقول تغيير نبلش انا اذا كان في خلاف مثل ما حكيت نصالح، بلش غير بشيء فيني انا. يعني عندي اطباع اني انا كثير عصبيه، بدي اقول لا هلا بعد الاعياد انا بدي احاول غير، بدي احاول هيك كون هدوء، بدي احاول كون روى، بدي احاول اسمع كثير. فكره اني انا اسمع كثير صدقيني هي بتمتص كثير من الغضب اللي عندك او من هذا التوتر اللي عندك. نحن عندنا مشكله انه نحن ما بنحاول نسمع، بنحاول الشخص عم يحكي ونحن بدنا نحكي، ما عندنا هذا فن الاستماع. يعني انا لما بدي احاول اني لا بلش غير بحالي، انا بدي بس اقول شغله انه انا فيني غير اللي حوالي اذا انا ما تغيرت.
يعني ما فيك تقولي هو سيء ولازم هو يتغير، لا، بدك انت تتغيري لحتى الاشخاص الثانيين يتغيروا بحياتك، ولو كان حتى الموضوع بيحيجك احيانا للتخلي. التخلي هو ما نوع ضعف، ولا له هو كسره، ولا له هو شيء يعطيكي تعب، لا، احيانا بيكونوا اشخاص موجودين بحياتك وهن عم يعملوا لك عبء او عم بيسببوا لك تعب نفسي، لا، التخلي هو حيكون افضل طريقه لحتى تكوني انت مرتاحه ومتصالحه مع حالك. نحاول نكسر كل الروتين اللي كنا عايشين فيه وعم نحاول نضغط على حالنا ونكابر زيادة لحتى نحن نمشي أمورنا، لا، نتعلم شيء جديد، نتعلم أنه لا، معلي أنا في شيء زعجني أنا ممكن أتخلى. أكيد التخلي بدرجات، مو التخلي بأنه خلص يعني تخلى يعني لا فورا نعمل مشكلة ونقطع، أكيد لا، التخلي بدرجات. وحاول أنا بلش غير بحالي، شوف أنا حالي شو عندي شيء لازم غيره، هل أنا عصبية؟ بشتغل على هذا الموضوع. هل أنا بحكي كتير ما بسمع كتير؟ لا، بدي غير، لازم اسمع. كل ما سمعتي كل ما كان الغلط عليك، الغلط على الناس الآخرين، لأنه وقت بتحكي وانتي معصية ممكن تحكي كلام تندمي عليه كل حياتك. أما لما بتحاولي تسمعي أكثر حتكوني مرتاحة أكثر. عطول نحاول قدر المستطاع نبلش بالتغيير ولو بسيط، وحتى يمكن نغير بشي بداخلنا أو حتى بشكلنا الخارجي يلي هو كتير بيعطيك طاقة حلوة، بتكوني انتي كتير مبسوطة، ممكن بطريقة لبسك، بلون شعرك، بأسلوبك. يعني خلينا نبلش صيفية حلوة، فصل صيف حلو، نكون بالفعل متغيرين، كل حدا يشوفنا إن عن جد أنتم متغيرين، بس متغيرين للأحسن. للأحسن. غالية، يمكن هلأ من بعد عجقة الأعياد وعجقة هيك بتلاقي كل حدا فينا بحاجة إنه هو يعمل ريلاكس، إنه هو هيك شي أسبوع بس يقعد صفي ذهني وأقعد بالبيت. يعني فترة التلهايات، إن كان بالمسلسلات، إن كان بالطبخ، إن كان بالطلعات والفوتات، شوي هلأ خفت. اليوم قعدتنا بالبيت مع حالنا، نحن كتير بحاجة إنه نعمل ريلاكس، بس في مننا بيقضي ريلاكس إنه هو نوم. بس الريلاكس هو فينا نحن يعني نعمل ريلاكس بطرق كتيرة لحتى نريح جسمنا، لحتى نهدي أعصابنا ونتصالح مع أنفسنا أكثر. خلينا نحكي شو هي الطرق يلي فينا نحن هيك لحتى نجدد هيك حالنا شوي. تمام. هلأ حكيتي شغلة كتير مهمة، الناس بتفكر الريلاكس إنه أنا نام. أكيد لا، يعني أنت لما بتنامي أنت بتوقفي كتير من شيء لازم أنت تعمليه أو إنجازات لازم تعمليها. النوم بالعكس، النوم بيعمل لك خمول، يعني بصير أنت بس بتفيقي وبترجع بس بدك تنامي. هي شغلة كتير كتير غلط. نحن منحاول نغير من طاقة المكان وحتى من طاقتنا، نغير نجدد بحالنا. أول شغلة أنا بدي أقولها، فترة الأعياد اللي هي كتير إجانا ناس على البيت وكتير إجانا ضيوف، طيب أنا ما بدي نظف من الطاقات اللي كانت موجودة. الأشخاص اللي إجوا لعندي ممكن يكون حدا مريض، ممكن يكون صار مثلا نقاش حاد، ممكن يكون اشخاص عندهم طاقه سلبيه، طب انا شو بعمل؟ اول شغله لحتى اكون انا مرتاحه وطاقتي كثير مريحه ببلش ببيتي. كيف؟ اول شغله منخلي تنظيف البيت كله يكون نضيف شويه ملح، انا وعم نظف بيتي مع المي ضيف شويه ملح، نظف كل شيء بالمي والملح. الملح بنعرف انه هو كثير بيكسر من الطاقات السلبيه، الملح الصخري او البحري. اوكي، تمام. وبعدها شو بنعمل؟ بنحاول نفتح شبابيك البيت كله ونعمل بخورة صغيرة للبيت اللي هي بورق الغار. ورق الغار كتير مريح بالمكان وبالفعل بيكسر الطاقات السلبية الموجودة. يعني انت بس تبخري بيتك شو بتحسي؟ بتحسي بالفعل بتقولي البيت ركن، يعني حاسة بهدوء جدا. هون بعدها شو فيكي بقى؟ بعدها فيكي تشوفي حالك، تشتغلي على حالك. كمان تاخدي دوش بملح. تمام، صح. اول شغله بنعمل دوش بمي وملح، يعني دوشنا العادي، بعدين بناخذ كمشه ملح فينا ندلك فيها جسمنا وبعدين نشطفه، او فينا ندوب مي وملح ونكته اكيد بدون الشعر، يعني بس على الجسم. بس نحط النيه، لانه على طول النيه تسبق اي عمل. يعني حتى وانا عم امسح بيتي بالمي والملح او عم بخر بيتي بقول على نيه تكسير كل شيء طاقات سلبيه كانت موجوده. وحمامي نفس الشيء، بعدها انا بقعد وبتصافى مع حالي وبقعد اعمل الشيء اللي انا بحبه. يعني احنا على طول بفتره الاعياد بفتره رمضان انت عم تعملي اشياء، يعني انا فيني اقول 70% او 80% الشيء اللي عم بينعمل مو الك. يعني انت راقده مع العالم، عم تعملي واجباتك، عم تعملي امورك، مو شيء الك، بتحسي حالك انت منهكه. فصار الوقت اني انا اشتغل لإلي، اعمل الشيء اللي هو خاص فيني، اعمل الشيء اللي بالفعل بيعطيني رواق. شو اكثر شيء بتحبي ليا؟ يعني شو اكثر شغله ممكن تكوني قاعده لحالك تعمليها؟
يعني زنقتينا بهذا السؤال اللي هو يمكن انا اكثر العالم اليوم بحاجه اني انا اطلع من جو اني انا نام. يمكن الواحد بيكون عنده هيك شوي من الهدوء والسكينه والتصالح مع ذاته، ففورا هيك بتحسي كل شيء مرتخي وبحب نام اكثر يعني، او اقعد مع ناس بحبها اكثر. تمام. هلا حكيت شغله كثير حلوه انه تقعد مع ناس بتحبها او هي بحاجه للنوم. ليه؟ لانه هو شغله متعب نوعا ما، فبالفعل بتحس حالها انه هي اذا نامت عن جد جسمها كله ارتاح. بس شو بيقولوا عني انا رحمه؟ شو بيقولوا انه قديش متصالحه مع حالي فورا، بس هيك يكون في هدوء فورا بغفى. كثير حلو هذا الحكي. يعني انت حدا متصالحه مع الناس كلها، مالك قازيه حدا، مو بتحطي راسك على المخده بتعدي بتتذكري شو اللي صار او، فبتحطي راسك وبتنامي. كثير منيح هذا الموضوع، بتنامي بس بعدها بتفيقي بتحسي حالك انت كثير منشطه، بدك تعملي شيء انت بتحبي، ممكن فنجان قهوه على رواق، ممكن ارجيلتك على رواق، تعملي شيء انت تكوني مبسوطه فيه. قد ايه حلو هذا الاحساس، قد ايه حلو انه انا خلي وقت الي اعمل فيه يعني شيء فيه يلي انا بحبه، يعني اعمل الشيء اللي انا بعد بحبه. عن الموبايل تماما، نطفي الموبايلات، نبعد، نشغل موسيقى انا بحبها، ممكن اجيب ورقه وقلم اكتب، اكتب الايجابيات تبعي والسلبيات تبعي، يكون صريح مع حالي، انوي، حط النيه، النيه تسبق اي عمل، حط النيه انه انوي التغيير للافضل. تمام. واكتب شو انا، شو الشغلات السلبيه اللي مرقت معي، شو الشيء الايجابي اللي مرق معي، شوف قارن الايجابي اكثر ولا السلبي اكثر، وبلش حط خط خط على الشيء اللي انا لازم غيره، او هون انا غلطت فيه، لازم انا كان في غلط هون معين لازم انا اشتغل عليه. نشتغل بهي الطريقه عن جد بتحسي حالك انت جدا مرتاحه، لانه انت اكثر لحظه بتكوني فيها صريحه مع حالك، وحتقدري تحكي سلبياتك بكل رواق لانه ما في حدا قدامك، فحتكوني كثير بهي الحاله اللي انت متصالحه مع حالك. مو بطريقه جلد الذات اللي هي أكيد كثير لا. بتضايق، بطريقه تصليح اني انا بدي اشتغل على الشيء الصح. هلا الجلد الذات اكيد مو هيك، جلد الذات هو بيكون على طول انت بتلومي حالك انه انا عملت هيك، انا سويت هيك، انا ليش هيك، انا هي هي جلد الذات. اما انا لما اكتب ايجابياتي وسلبياتي واطلع كان في شيء سلبي هون انا قادره اصلحه، كان في شيء ممكن مثلا انا تصرفتهم بطريقه غلط انا قادره اصلحها، اطلع وصلح، بس مو اطلع ولوم. يعني هاي طريقة اللوم هي هون أنا وكأني عم أجلد حالي. شو بعدها بيصير الحكي؟ إنه أنا فاشل، أنا ما فيني أكون مع ناس، أنا صعبة حياتي، أنا كذا. لا أكيد لا، نحاول نطلع على السلبيات ونحاول نصلح الشيء اللي أنا بقدر صلحه، وامشي على الإيجابي اللي أنا حابة أكون فيه، وحس حالي وكأني بقلب الحدث. ما. يعني أنا ناجح، مو بقول أنا يمكن أكون ناجح أو رح أكون ناجح، لا أنا ناجح. حطي حالك بقلب الحدث، أنا نشيط، أنا سعيد، أنا أي شيء، حطي حالك وكأنك بقلب الحدث وعيشي الحالة، هي أكثر شيء رواق بخليكي عن جد تكوني مرتاحة. طيب فينا نقول يعني بالختام، في فترة هيك بنسميها نحن الذهبية قبل النوم، نحن دائما شو الشغلات اللي مفكرين أو مارقين فيها بنفس اليوم؟ ممكن في أشخاص بيقول لك كل الأفكار طلعت ببالي، أو بضل الواحد بيفكر بطريقة كثير سلبية بفيق ثاني يوم حامل هي الشحنات السلبيه كلياتها لتاني يوم. فخلينا نحكي عن هي الفتره قديش مهمه، وكيف الواحد في يعني يستثمرها بطريقه صحيحه لينتقل ليوم ثاني. تمام. هلا انا على طول بقول لهم في شيء عندنا اسمه قانون الجذب، فنحن على طول الجذب اللي عندنا على طول، اول ما بتفكري بالجذب امتى بتفكري فيه؟ بتفكري فيه، او اهم نقاط بقانون الجذب اللي هي انه بيقولوا لك قبل النوم وترديد الفكره. هلا الفكره هي اللي قبل النوم هي انت بتنامي بس عقلك الباطن بضل بيشتغل عليها. فقد ايه حلو انه نحن ننام بهدوء، ننام ونحن عم بنفكر بطريقه ايجابيه. يعني فكر او اتخيل حالي بمكان حلو، اتخيل حالي انا ناجح، اتخيل حالي اذا كان لا سمح الله عندي حاله مرضيه انا شفيت تماما. تخيلي على طول ورددي قبل ما تنامي الشغلات الايجابيه، لنكون سلبيين قبل ما ننام، لانه عقلك الباطن مثل ما بتفكري بيشتغل عليها طول الليل. فلا ننتبه لهذا الموضوع، واول ما في الصبح يعني في بابتسامة حلوة وردد وقول نهاري كتير حلو وكمل أيامي. تمام. غالية نحن كتير بدنا نتشكرك ونتمنى هيك حياة كلها ريلاكس ورواق، ونبلش هيك حياتنا كل يوم يعني نحسه هو بداية جديدة لألنا كلنا. نتشكرك كتير. شكرا. نعد عليك يعني. شكرا كتير لك غالية، وكل لكل طاقتك الحلوة اللي دائما بترافقنا فيها بصباحها. حبيبة قلبي. شكرا.